بننفذ اوامر القياده السياسيه واخواتنا في فلسطين، ان احنا هنقول لهم حياه كريمه موجوده معاكم، التحالف الوطني موجود معاكم، احنا اهلكم في مصر هنا موجودين معاكم اهوت، بنقول لكم احنا في ظهركم. بتتم عمليه التبرع من خلال ان احنا بنكشف على المريض الاول، بنطمن عليه، نقيس له الضغط والهيموجلوبين، وبعدين بنشوف مثلا لو عنده امراض مزمنه بياخد دواء معين يمنع التبرع، نشوف لو بياخد مضاد حيوي عنده اي مشكله صحيه، ونشوف هو ينفع يتبرع او لا. والله تمام التبرع والهيموجلوبين مظبوط وباقي الادويه مظبوطه وما بياخدش حاجه، بتبدا بقى مرحله التبرع، بيبدا بقى يدخل معانا وبيتسحب منه كميه دم معينه. بعد التبرع بقى طبعا بيتعمل له تحاليل فيروسات ويطمن على نفسه، تحاليل فيروسات فيروس A وB وC والإيدز والزهري، وكل التحاليل دي طبعا بتبقى فور فري. المشاركه النهارده لازم واجب وطني علينا كل المصريين النهارده، كل الشباب وكل السيدات وكل الرجال النهارده المفروض ينزل النهارده يساعد كل الشباب الفلسطيني او شباب غزه اللي تحت الانقاض اللي محتاج الدم. جاي النهارده عشان اتبرع بالدم عشان اساعد اخواتنا في فلسطين، واحاول اوصل لهم حتى لو جزء صغير من المساعده، بس احاول اساعد باسهم باكبر شكل ممكن اساعد بيه.